حركت تصريحاته في أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزبه الطبقة السياسية، لكن سرعان ما خفف من وطأتها في مؤتمر صحفي غلبت عليه لغة التطمئن. أحمد يحيى الأمين العام لثاني أحزاب السلطة وصف خصومه السياسيين بالشركاء متراجعا عن توصيف حكومة عبد الملك سلال بالشعبوية والديماغوجية، فيما واصل إخفاء طموحه الرئاسي. كاين اللي قال لك نكسر التجمع الوطني الديمقراطي في عدد الوزراء، التجمع حبط من 5 ل3 ولا دعمنا حبطوا من 16 ل8، دوك قادرين يأموا كل وزاره ماهوش مشكل. هذاك نقرا البارح أموا 4 ولات. سياده رئيس الجمهوريه اختار طاقم بالتنسيق مع الوزير الاول اللي يستشروا اللي ان شاء الله يكون ناجع في الخيار. في سلاسة تامة وتجنبا لكل صدام، هون رئيس ديوان الرئاسة من حادثة إقالة وزير السياحة بعد 2 من تعيينه، وتهرب من الخوض في استراتيجية حزبه بالنسبة للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة، لكنه دعا صراحة إلى خصخصة المؤسسات الاقتصادية المفلسة وعقد ندوة وطنية جامعة للبحث في مخرجات الأزمة الاقتصادية. طموح السياسي في أن يكون رئيسا للجمهورية يوما ما هو موجود دائما مع أيحيى، فقط يتحين الفرصة. الآن أيحيى في عمره 65 سنة وهو العمر المفضل لكي يكون في الجزائر رئيسا من طينته يعني، لكن هذا لا يعني أنه طموح أيحيى أن الطريق ممهد له. من المنطقي أن يجد يعني يطبق سياسة الهروب إلى الأمام عن طريق يفتح يعني خلينا نقول بعض النقاط في المواضيع الاقتصادية، عندما يتكلم على الخوصصة، عندما يتكلم على إجراءات تقشفية صارمة يجب على الحكومة القادمة أن تتخذها أو يكون لها الجرأة أن تتخذها، وبالتالي وكأنه يقود الحوار نوع يعني نقاط أخرى حتى خلينا نقول ما يخليش الناس تفكر كثير في السياسة. رجل السلطة تحاشى الخوض في السياسة الخارجية للبلاد واصفا الموقف الجزائري تجاه أزمة الخليج بالحكيم، كما رحب بإنسانية قرار الإفراج عن نجل العقيدي معمر القذافي. تجنب إذن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي كل ما قد يثير القلاقل على مستوى سياسي، وغاص أكثر في الإشكالية الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر والتي قد تهدد بانفجار اجتماعي. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.